كابتن علاء، الف مبروك المكسب واستعادة الصدارة مرة أخرى واقتراب الدرع بشدة من النادي الأهلي. أنا الله يبارك فيك أيمن، ثلاث نقاط مستحقين، وأنا يعني من الاستوديو هنا بقول لك المسألة مسألة وقت بس مش أكتر من كده. ماليش دعوة بقى جايب الدنيا السبعة، جايب الكورة مش جايب الكورة، أنا وجهة نظري إن هي مسألة وقت، عشان أنا عارف أنا بتكلم على مين وعارف تفكير إيه وعارف إنك عايز يعني بتسرع الدوري ده ازاي السنه دي، خصوصا السنه دي سنتين بره النادي الاهلي، لا الموضوع كتير مش هيبقى بالنسبه لك، مش هيبقى بالنسبه لك سهل، لكنك انت بتكسب بارتياحيه، ما سرقتش فوزك، بالعكس انت الاحسن من بدايه المباراه لنهايتها، حتى الشوط الثاني مش احسن حاجه صحيح، لكن انت الاحسن في كل حاجه، انت المستحوذ، انت اللي عندك رغبه المكسب، انت اللي بتجبر كل فريق ان هو بيلعب بالطريقه اللي بتناسبك انت، هو مش يعني النادي الاهلي مش معاناه النهارده عشان على فكره عشان يكسب البنك الاهلي خالص، ما فيش معاناه النهارده، بالعكس الامور لو ماشيه طبيعيه النهارده يعني بدون مبالغه المباراه دي سته النهارده يعني لو محمد شريف بس الكره كانت مطوعة شويه مساله حظ يعني توفيق عدم يعني لو عنده شويه توفيق مش 5% من حظ كهربا كان جاب جونين النهارده، يعني كهربا تاخد الكره في رجله بتهيأ يعني هو ربنا رايد، لكن مش عايز الموضوع ده ياثر على محمد شريف، محمد شريف من المهاجمين الممتازين الموجودين في مصر مش في النادي الاهلي، لكن هي في الاخر في حاجه احنا ما بنقدرش نتحكم فيها، التوفيق من عدم ودي مش بتاعتنا تماما، انا بملك بس ان انا بجتهد بشتغل بركز، لازم عندي ثقه في نفسي، دي اهم حاجه في صفات المهاجم، لازم ثقتك في نفسك ما تهتزش خالص، حتى لو اهتزت ما تاخدش معاك وقت لازم ترجع بسرعه، لكن مباراه النهارده مباراه الشوط الاول جيد جدا، الشوط الثاني انت قدرته زي ما انت عايز، حتى التغييرات اللي كان عليها كابتن شريف يعني الكولر بيدي اوقات كده الناس اللي يعني الناس دي موجوده لسه بيعرفهم على الـ على الـ على الـ اجواء الكره في النادي الاهلي والجماهير تعرفهم كويس، لكن 3-0 نتيجه عاديه جدا كان ممكن تبقى اكتر، مبروك لعيبه النادي الاهلي ومكسب مريح جدا، وزي ما بقول لك ان شاء الله خطوه كويسه، كمان في خطوه كمان المباراه القادمه ان شاء الله والمباراه اللي بعدها، الامور مساله وقت عشان تحسم صحيح. لانك انت الاقدر وانت الاحسن على فكره طول الموسم، انت ما جيتش مثلا حصل ثوره مره واحده، لا لا انت من بدايه الموسم وانت الاحسن وعينك على بطوله الدوري العام وانت اللي مكمل وانت اللي متشبث بالموضوع ده، ماليش دعوه بالمنافس ايه اللي بيحصل له، لكن انا دايما كل الشغل الشاغل انا فرقتي، انا مشغول بفرقتي، مشغول هم كويسين النهارده مش كويسين النهارده، تفكير ازاي الشكل ايه، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي، انت دايما مشغول بحالك انت، طول ما انت مشغول بحالك انت ايمن انت في حته تانية خالص، هتشغل الاخرين لا هتروح مش انت، وعامه النادي الاهلي على فكره من زمان جدا مش حتى من ايامنا من قبلنا بكتير قوي دايما بركز في هو في فرقته على اهدافي انا اللي انا عايزه انا بالظبط انا عايز ايه، ماليش دعوه منافس عايز ايه، حتى المنافس اخذ بطوله اثنين ثلاثه لكن بغض النظر، لكن انا عايز ايه، انا طموحات السنه دي ايه، كل البطولات اللي داخل فيها انا عايز افوز بيها كلها، خصوصا البطوله اللي احنا فيها دي هي الاهم، لان سنتين بره النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بتعتبرها يعني سبحان الله بتعتبرها حاجه، لا عارف انت ظرف طارئ ما حصلش تاني، تخيل سنتين بس يعني بعد كل البطولات دي، لكن هو ده النادي الاهلي وهو ده مفهوم البطولات في النادي الاهلي، ومفهومك او الثقافه بتاعتك واصله لجماهيرك، جماهيرك دايما بتطالب بالدوري العام، تكسب افريقيا تكسب كاس تكسب السوبر اكس عايز تكسبه، لكن انا عايز بطوله الدوري، البطوله المحببه ليا والبطوله دايما جماهير النادي الاهلي بتحبها وبتعشقها، عشان كده النهارده النادي الاهلي يحسب له ان هم المباراه متاخده بجديه جدا، ما عنديش مش فارق معايا المباراه المؤجله، انا عايز احسم في الطبيعي، ماليش دعوه بالمؤجل ايه ومش دعوه مين بينافسني مش دعوه مين التاني، انت الوقت انت الاول اهو، قبل مقابل الاستوديو اول مباراه النهارده كنت انت التاني، لا انت الوقت الاول قبل بيراميدز، وان شاء الله مباراه مع الثانيه يعني تحسن بطوله الدوري تماما ان شاء الله، تبقى سنه بجد ممتازه بالنسبه لكل النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك نادي الاهلي.